المغرب العربي ثورة ربيع عربي هادئ. الديمقراطية في المغرب والتغيرات الحاصلة في المنطقة حدثتنا عنها وزيرة الخارجية المغربية لطيفة أخرباش قائلة: من موقعنا كدولة نجحت في إرساء تجربة ديمقراطية متميزة خلال السنوات الأخيرة التي جعلتنا ننتقل ديمقراطيا إلى مرحلة أخرى عبر دستور جديد، عبر التفاعل الإيجابي لصاحب الجلالة مع متغيرات في الجوار المغاربي والعربي، وكان هناك دور ريادي للملكية المغربية في استباق هذه الأحداث. الربيع العربي وأثره على المملكة المغربية ورؤية المغرب للشعوب المطالبة بالديمقراطية كانت من الأسئلة التي طرحناها على الوزيرة فأجابت: في المغرب هناك تدرج ديمقراطي بدأناه منذ سنوات عدة، وتفاعلنا إيجابيا مع الربيع العربي، ونعتبر بأن هذا الربيع العربي هو شيء إيجابي، لأن على الأقل نعتبر في المغرب أن تعثرات بناء المغاربي كان من أسبابها الخلل الديمقراطي، فهذا الربيع العربي وما أتى به من متغيرات ديمقراطية ومهمة سوف تجعل المغرب أكثر راحة. وسألنا الوزيرة أيضا عن دور المغرب في التنمية البشرية ومساعدة الشباب وحقوق الإنسان، فأكدت لنا: هذا الفضاء المغاربي يمكنه أن يجعلنا نصنع الرخاء جموعيا، ونستجيب لانتظارات شعوبنا المغاربية فيما يخص التنمية البشرية، وفيما يخص أيضا الاستجابة لانتظاراتهم كمواطنين لحقوقهم المدنية ولحقوقهم في بيئة سليمة، في اقتصاد يراعي العدل الاجتماعي وإلى ذلك. التعاون التركي الإفريقي والتجربة التركية كنموذج إسلامي ناجح وأثره على الدول الإفريقية كانت من أهم الملفات التي أشارت إليها السيدة أخرباش. الدول الإفريقية تفاعلت بكل إيجابية مع بادرة تركيا لإنشاء هذا الفضاء المهم للتعاون، وهو المنتدى الإفريقي التركي. طبعا ما جعل هذه الدول الإفريقية تستجيب وتتفاعل إيجابيا هو أنك اعتراف بنجاح التجربة التركية، فالبزوغ الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي لتركيا جعل لها مصداقية خاصة في الساحة الدولية، والمغرب يعتبر هذه التجربة كمصدر أيضا لنقل الخبرة ولتقاسم الخبرات. وسألنا الوزيرة عن الغزو الصيني للأسواق الإفريقية وإمكانية منافسة المنتجات التركية لها مع التطور الاقتصادي والتقني الذي تشهده تركيا كدولة قريبة من إفريقيا جغرافيا وثقافيا، فأكدت لنا أن تركيا دولة محورية في المنطقة. سوف تأتي تركيا إلى هذه القارة وهي معددة بصورتها المشرقة عند العديد من الدول الإفريقية، ولأن هناك مقاربة أيضا مستجدة، فهناك طبعا منتديات عدة فيما يخص التعاون مع القارة الإفريقية، ولكن هناك ربما إضافة لهذا المنتدى التركي الإفريقي لأن هناك قرب ثقافي وهناك حتى قرب جغرافي، وهناك أيضا التجربة التركية التي جعلتنا نؤمن بأن لأي دولة الإمكانية إذا أعملت طبعا خطط محكمة بأن تنتقل في ظرف وجيز إلى دور ريادي، لأن هذا البزوغ الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي لتركيا كان بزوغا هائلا وفي مدة زمنية قصيرة، فإذا هناك أيضا رغبة من الاستفادة من التجربة التركية. شهادة من مسؤول عن أهمية الديمقراطية كأحد عوامل التنمية الأساسية لأي دولة تتبع التخطيط السليم لبناء مستقبل أفضل لشعوبها. لبرنامج الألوان السبعة رامي عبد العال، اسطنبول.